أحدث انفجار مروع لمضخة تدفئة نهار اليوم بولاية سطيف على مستوى وحدة العلاج والمبيد والاسترجاع التابعة لديوان مركب الرياضي 845، انهيار كبير على مستوى بيت المضخة والجدار الفاصل بين ملحق 8 ماي بالإضافة إلى إتلاف أجزاء من البساط الاصطناعي، فيما قدرت أسباب الحادث حسب مدير الشباب والرياضة إلى أسباب تقنية بحتة، مبدئيا إلى غاية الانتهاء من التحقيقات التي بوشرت من طرف المصالح المختصة. زميلنا فارس شايب وهذه التصريحات. بهذا الإطار لم نسجل أي خسائر بشرية تذكر إلى حد الساعة، مع العلم أن هذه الغرفة على اعتبار أن هذه الغرفة تاع المسخن متواجدة خارج أسوار وحدة العلاج والمبيد، فيها إجراءات تحقيق تم الانطلاق فيها مع إدارة ديوان المركب 845 ومديرية الشباب والرياضة، وسوف نتعرف على السبب الرئيسي لهذا التقني لهذا الانفجار. تصريح كان لنائب مدير الشبيبة والرياضة بولاية سطيف.